الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز، وأنه ليس شركا كما تقول الوهابية. يعني فيما يلي من الكلام يثبت المؤلف رحمه الله أن التوسل بالأنبياء والتوسل بالأولياء أمر جائز شرعا، ليس مخالفا للشرع، لا هو شرك ولا هو معصية. الوهابية يزعمون أنه شرك، يقولون المتوسل هذا عبد المتوسل به، يعني يقولون إذا توسل بنبي أو توسل بولي من الأولياء صار عابدا له والعياذ بالله. اعلم أنه لا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم، بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد التعظيم. يعني إذا إنسان نادى حيا أو نادى ميتا لا يكون عبد هذا الحي الذي ناداه، ولا يكون عبد هذا الميت الذي ناداه. ذكرنا فيما مضى من الدروس ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما خدرت رجله أصابه في رجله علة، شلل جزئي شبه الفالج، يعني تعطلت رجله عن الحركة. بعض أصحابه الذين كانوا عنده قالوا له: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. والرسول ما كان حاضرا عنده، يعني نادى غير الحي الحاضر، وما قال له أحد من أصحابه أو من الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، ولا إمام من الأئمة بعد ذلك ما قال هذا الذي حصل من ابن عمر عبادة للرسول لأنه ناداه في غير حضرته، ولا قالوا عنه مشرك، ولا قالوا عنه عاص لأنه فعل ذلك. بل الذي جاء في رواية البخاري هذه أنه تعافى فورا، يعني قام يمشي، ذهبت عنه العلة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله يا محمد جائز، لا هو شرك ولا هو حرام. لما قال يا محمد معناه أدركني يا محمد بدعائك إلى الله حتى يعافيني من هذه العلة التي بي، فهذا نداء جائز. كذلك إذا المسلم أحس بضيق، شعر بانزعاج أصابه بلاء، فقال يا محمد، من أجل أنه أصابه بلاء نادى قال يا محمد، معناه يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى يخلصني من هذه المحنة التي أنا فيها. ما حكم هذا؟ جائز، ليس حراما، ليس شركا وليس حراما. وكذلك نداء المسلم إذا شعر بشدة الشوق للرسول صلى الله عليه وسلم وبشدة المحبة في قلبه، فمن شدة شوقه ومحبته للرسول قال يا محمد، ليس شركا وليس معصية. قوله يا محمد معناه إني أحبك يا محمد، ليس معناه أنا أعبدك يا محمد. لا، المسلم لا يعبد إلا الله. أليس أحدنا قد يحصل منه إذا أحس بألم وأمه ليست حاضرة عنده يقول يا أمي أو يا أماه أو نحو ذلك، مع أن أمه قد تكون ماتت وقد تكون ليست حاضرة عنده. ما معنى قوله يا أمي؟ كأنه يتذكر أن أمه كانت تعينه في مرضه، كانت تغيثه حين يحتاج لمعين، فيقول يا أمي، وهو يعلم أن أمه لا تسمعه بهذا النداء. ما حكم هذا النداء؟ ليس شركا وليس معصية من المعاصي، إنما نقول نادى أمه وهي غائبة، فما عصى الله بذلك. عند الوهابية إذا إنسان سمعوه يقول يا محمد أو يا رسول الله أو يا علي أو يا رفاعي يقولون أشركته،
يعتبرون هذا عبادة لغير الله. ما قال أحد من أهل اللغة إن الشخص إذا نادى غير الله يكون عبده بندائه إياه، ما قال أحد إن هذا عبادة. العبادة ما هي؟ غاية الخضوع، غاية الخضوع، هذا معنى العبادة. النداء، هذا النداء، إذا إنسان قال يا محمد يا رفاعي يا علي، هذا لا يقال عنه خضع بذلك للمنادى غاية الخضوع وصار خاشعا له وصار عابدا له، لا، ناداه. حصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عمر من الصالحين بشهادة النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن عبد الله رجل صالح، يعني عبد الله بن عمر شهد له بالصلاح بالولاية. هذا يقال عنه أشرك لما قال يا محمد؟ لا. حتى زعيم الذي هم يعتبرونه زعيما لهم الوهابية ما اجتمعوا بأحمد بن تيمية الحراني، لكن أخذوا بكلامه. محمد بن عبد الوهاب هو زعيمهم الذي ينتسبون إليه، أخذ كلام ابن تيمية وتمسك بكلامه، لكن في بعض الأشياء يخالفه، بدليل هذه الرواية التي يرويها أحمد بن تيمية الحراني. ألف رسالة صغيرة اسمها الكلم الطيب. الكلم معناه الكلام، والطيب معناه الحسن. في هذه الرسالة يقول عن الهيثم بن حنش، قال خدرت رجل عبد الله بن عمر، فقال له بعض الناس، يعني الحاضرين، بعض الحاضرين عنده، اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد، فكأنما نشط من عقال، يعني تعافت رجله فورا وقام يمشي، هذا معناه. من يروي هذا؟ ابن تيمية. وماذا يسمي هذا الكتاب؟ الكلمة الطيب، معناه الكلام الحسن. والوهابية ماذا تقول إذا إنسان قال يا محمد؟ مشرك، يقولون مشرك، معناه حكموا على شيخهم الذي يسمونه شيخ الإسلام، حكموا عليه بالشرك، وحكموا على البخاري ليس روى هذا في الأدب المفرد بأنه يروي الشرك، وحكموا على عبد الله بن عمر بأنه مشرك، يعني كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كفر مسلما واحدا بغير حق بغير تأويل هو يكفر، فكيف بمن يكفر الأمة الإسلامية؟ هذا أولى بأن يقال عنه كافر، لأنه إذا الإنسان كفر مسلما واحدا بغير حق بغير تأويل يكون كافرا، فكيف إذا كفر الأمة؟ الوهابية كفروا الأمة الإسلامية، يقولون الأشاعرة كفار. من هم الأشاعرة؟ أهل السنة والجماعة، هم الأشاعرة والماتوريدية. إذا إنسان اليوم قال أهل السنة والجماعة فهم الأشاعرة والماتوريدية، أتباع الإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي. ما معنى أهل السنة؟ يعني الذين يتبعون شريعة الرسول. ما هي شريعة الرسول؟ العقيدة التي جاء بها والأحكام، هذه يقال عنها الشريعة، هذا معنى أهل السنة. والجماعة معناه جماعة المسلمين، جمهورهم الغالب، السواد الأعظم. بعض الناس إلى الآن لا يعرفون ما معنى كلمة أهل السنة والجماعة، يعني يلهجون بها، يقول أنا من أهل السنة، فإذا سألته ما معنى كلمة أهل السنة والجماعة لا يعرف، يقول يعني هيك بسمع أنهم يقولون أهل السنة فأنا أقول أهل السنة. أهل السنة يعني الذين يتبعون شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشريعة هي العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة الجماعة معناها الجمهور الغالب، فالجمهور الغالب على العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة، الذين خالفوا بالنسبة للجمهور الغالب يعتبرون شرذمة قليلة، إذا إلى جنب هؤلاء يكونون شرذمة قليلة. أهل السنة والجماعة هم الجمهور الغالب، الوهابية شرذمة قليلة شاذة، عددهم بالنسبة لأهل الحق لأهل السنة
قليل، فهم ليسوا بشيء. للتمويه على الناس ماذا قالت الوهابية لما قيل لهم أنتم شرذمة قليلة، عددكم قليل، كيف تقولون أنتم المسلمون عن أنفسكم ومن سواكم ليسوا مسلمين؟ قالوا الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، نحن الشكور القليل، وقليل من عبادي الشكور معناه الأقل من العباد من يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الشكور أي الولاية. قليل من الناس من المسلمين من يصل إلى هذه المرتبة التي هي الولاية، عبد شاكر وعبد شكور. إذا الإنسان أدى الواجبات واجتنب المحرمات يقال عنه عبد شاكر تقي، يعني يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. إذا ثبت على ذلك، ثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، يصير عبدا شكورا، يعني يصير وليا، لأن كل من يثبت على أداء الواجبات واجتناب المحرمات مدة من الزمن، مدة واسعة من الزمن، يترك كل المعاصي ويؤدي كل الفرائض، الله تعالى ببركة ذلك يوفقه ويحبب قلبه بعمل النوافل، فيصير مؤديا فوق الفرائض للنوافل، يعمل نوافل ويزيد في ذلك حتى يصير وليا. هذا العبد الشكور، ليس الوهابي. الوهابي ليس عبدا شكورا. الوهابي الذي هو يشبه الله بخلقه ويصف الله بالجسم والصورة وبأنه قاعد ومستقر ويسكن الجهة الفوقانية ويقعد على العرش والعياذ بالله، هذا لا يقال عنه أصلا عبد الله تعالى، لا يقال عنه عبد الله، ولا يقال عنه مؤمن بالله، ولا يقال عنه شاكر، ولا يقال عنه شكور. الذي يعتقد هذه العقيدة يقال عنه كافر. هذا الذي يعتقد في الله الجسمية يعتقده جسما كبيرا أو صغيرا، الذي يعتقد في الله أنه يجلس، الذي يعتقد في الله أنه يستقر أو أنه يتحرك أو أنه ينفعل، يعني إذا إنسان قال عن الله غضبه يكون انفعالا أو رضاه يكون انفعالا، وهذا كافر ليس مسلما، لأن الله تعالى قال في القرآن ليس كمثله شيء. هذه الآية تدل على كل هذا التنزيه الذي ذكرناه الآن. الذي ينفعل له أمثال لا تحصى، الذي يقعد له أمثال لا تحصى، الذي يستقر له أمثال لا تحصى، الذي يتحرك له أمثال لا تحصى، والذي يسكن له أمثال لا تحصى، والذي يتحرك حينا ما ويسكن وقتا ما له أمثال لا تحصى. والله يقول ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يكون متصفا بصفات المخلوقين، لا يجوز على الله أن يكون متغيرا، لا يجوز أن يكون متطورا. الوهابية جعلوا الخالق متغيرا، لأن العرش معلوم عند كل ذي عقل أنه شيء مخلوق حادث، يعني لم يكن في الأزل عرش. الجهة لم تكن في الأزل، جهة فوق كانت في الأزل؟ لا. وجهة تحت؟ لا، ما كانت في الأزل. وجهة يمين وشمال وأمام وخلف، فالذي يكون في جهة من الجهات إن كان تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف يكون حادثا لأنه متغير، لأن الجهة حادثة، والذي يكون فيها ماذا يكون؟ حادثا. الذي يجلس ماذا يكون؟ يكون حادثا، لأن الجلوس تغير، الجلوس تغير. الذي يستقر ماذا يكون؟ يكون حادثا، لأن الاستقرار تغير. كذلك الذي يقعد، كذلك الذي يتحرك، كذلك الذي يسكن، كذلك الذي يكون تارة متحركا وبعض الأحيان يكون ساكنا، حادث. لماذا نقول عنه حادث؟ لأنه متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث يحتاج لمن أحدثه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. فالله مستحيل أن يكون متصفا بصفة من صفات الخلق، الانفعال، التغير، الشكل،
الصورة، اللون، الجهة، أيجوز عليه أن يكون في جهة من الجهات؟ الجهات كلها، هذه الجهات الست بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، هي بالنسبة لنا هذه تختلف عن تلك، وهذه الجهة اليسار تختلف عن يمين، وفوق تختلف عن تحت بالنسبة لذواتنا، لأن ذاتنا شيء حادث، شيء مخلوق، أما ذات الله فليس حادثا، ليس مخلوقا. فكل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، فنقول لا مناسبة بين الله وبين شيء من الجهات، ولا مناسبة بين الله وبين شيء من المخلوقات، لا مناسبة يعني لا مماثلة. أما الإنسان بينه وبين المخلوقات مناسبة، بين هذا الإنسان وبين سائر المخلوقات مناسبة، هو متطور وهذه المخلوقات متطورة، هو لم يكن ثم كان، وهذه المخلوقات لم تكن ثم صارت موجودة بإيجاد الله تعالى. هذا الكرسي له شكل ولون وهيئة، وجزء أعلى وجزء أسفل، هذا الكرسي بينه وبين هذا الإنسان مناسبة، من حيث إنه له شكل وله لون ومركب، والإنسان له شكل له لون ومركب. هذا الكرسي ليس فيه روح، الإنسان فيه روح، لكن هذا مخلوق وهذا مخلوق. أما الخالق فنقول ليس بين الله وبين شيء من مخلوقاته مناسبة، يعني لا توجد مماثلة بين الله وبين شيء من خلقه. الوهابية يقولون نحن نصف الله بأنه في جهة فوق تعظيما له على زعمهم، فيقال لهم الكون في جهة فوق ليس معناه أن هذا الشيء لمجرد كونه في جهة فوق صار عظيما بذلك. أليس قد يسكن رجل صالح في الأرض ورجل كافر في أعلى البناء؟ من أعلى من حيث الجهة، حيث المكان؟ هذا الرجل الكافر، لكن هل له شرف عند الله؟ لا. هل له منزلة عند الله؟ لا. هل له فضل عند الله؟ لا. فالفضل عند الله بعلو الدرجة ليس بعلو المكان. الله سبحانه وتعالى لا يتشرف بشيء من خلقه، الله لا يتشرف بشيء من خلقه، الذي يتشرف بشيء من الخلق متغير، والمتغير مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها. الإنسان يعمل الطاعات، يزداد بهذه الطاعات قربا إلى الله، يعني من حيث القرب المعنوي يزداد فضلا، يزداد شرفا. بأي شيء ازداد المؤمن شرفا وازداد قربا إلى الله؟ بالطاعات. الإنسان يتغير، الإنسان متغير، الله ليس متغيرا، الله لا يتشرف بشيء من خلقه. فلا يجوز أن يقال نصف الله، لا يجوز أن يقال نصف الله بأنه في جهة فوق تعظيما له أو تشريفا له. الجهة أي جهة من الجهات مخلوقة، الله لا يتشرف بشيء من الخلق، فماذا نقول لهم؟ عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، لا يقال عظمة الله أنه في جهة فوق، هذه الجهة هو خلقها كيف يسكنها؟ الآن الملائكة الحافون حول العرش، هؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هم مكانهم أعلى مكان، في أعلى مكان هؤلاء الملائكة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء الذين ماتوا ودفنوا في باطن الأرض، هؤلاء عند الله أفضل من أولئك الملائكة الذين هم في أعلى مكان. فالفضل عند الله ليس بعلو المكان، بعلو الدرجة. هؤلاء الأنبياء درجتهم أعلى من الملائكة، مع كونهم في تلك الجهة، سيدنا محمد أشرف الخلق، أفضل الخلق، أين هو؟ في باطن الأرض، في المدينة المنورة، هو أفضل مخلوق، أفضل من كل خلق الله، أفضل من الملائكة الحافين حول العرش. فلو كان الفضل بعلو المكان لكانوا أفضل من سيدنا محمد
ومن كل النبيين الذين دفنوا في باطن الأرض، وليس الأمر كذلك. قال الله تعالى بعد ذكر جملة من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. كل واحد من الأنبياء أفضل من سواهم من العالمين، من الإنس والجن، يعني سائر الإنس والجن والملائكة، كل واحد من الأنبياء كذلك. فلا يقال نحن نصف الله بأنه في جهة فوق تعظيما له، لا يقال هذا الكلام، كلام فاسد. نحن نعظم الله تعالى بأن ننزهه عن مشابهة المخلوقات. هذا الذي رزقه الله تعالى فهم ذلك يكون في نعمة عظيمة، الذي رزقه الله تعالى أن يفهم هذه الحقيقة. ومن أعمى الله تعالى قلبه لا يفهم ذلك. ماذا يقول الوهابي للسني إذا قال الله موجود بلا جهة ولا مكان؟ يقول الوهابي: أنت تنفي ربك، أنت تنفي وجود الله. الجواب سهل على من أوتي الفهم الصحيح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن شيء في الأزل سوى الله، لا عرش ولا مكان ولا جهة فوقانية ولا تحتانية ولا غير ذلك، لم يكن في الأزل إلا الله تعالى. هل هذا يسمى نفيا لوجود الله؟ لا، هذا إثبات لوجود الله سبحانه وتعالى، وأنه فيه إثبات أنه موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه في الأزل يقول الرسول: ما كان شيء إلا الله، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الأزل لم يكن إلا الله تبارك وتعالى. فالرد على هذا الوهابي سهل، إذا إنسان عرف هذا يعرف كيف يرد عليه. يقول له العقل السليم: يقبل أن الله تعالى كان موجودا قبل ووجود هذه المخلوقات، لأنه هو خالقها. فالعقل السليم يقبل أن الله كان موجودا قبل وجود هذه المخلوقات. إذا قال لك كيف، تقول له: من خلقها المخلوقات؟ يقول: الله، يعني الله كان موجودا قبل وجودها، يعني كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان ولا عرش ولا سماء ولا كرسي، ما كان في الأزل إلا الله. كما قبل العقل السليم وجود الله قبل خلق المخلوقات، قبل خلق الأماكن والجهات بلا جهة ولا مكان، يقبل العقل وجود الله تعالى بعد خلق الأماكن والجهات بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير، ولأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا من رزق الفهم الصحيح يعرف هذا الجواب الذي هو سهل لكنه عظيم النفع، عظيم، سهل عظيم. ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، يعني إذا إنسان طلب من نبي أو من ولي شيئا لم تجري به العادة بين الناس لا يكون أشرك بذلك. ما قال أحد من أئمة الإسلام من طلب شيئا من إنسان لم تجري به العادة يكون بذلك مشركا، ولا إمام من الأئمة قال ذلك. لما حصلت المجاعة في أيام سيدنا عمر في عام الرمادة، جاء صحابي بلال بن الحارث المزني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. قال: يا محمد، الرسول كان مات، جاءه في القبر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له أحد، هذا في زمن عمر، ما قال له أحد: أشركت يا بلال، أشركت لأنك قلت يا محمد والرسول قد توفي. وما قال له أحد من أئمة الإسلام من الصحابة ولا من غيرهم: أشركت يا بلال لأنك طلبت منه وهو إنسان ما لم تجري به العادة. قال له: استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. ثم الله أكرمه، أراه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، هذا بلال رأى الرسول، قال له: أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له عليك الكيس الكيس.
قال له أقرع عمر السلام، يعني سلم عليه. ذهب الرجل إلى سيدنا عمر قال له أنا فعلت كذا وكذا، ثم رأيت الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم وهو يقرئك السلام. فبكى سيدنا عمر وقال له الرسول يقول لك، يعني قال لي في الرؤيا أن أقول لك عليك الكيس الكيس، يعني أبذل وسعك في أمر الأمة، لا تقصر، بذل جهدك في ذلك. فبكى عمر فرحا أنه جاءه سلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا ربي ما آلوا إلا ما عجزت، يعني أنا لا أقصر ما كان في استطاعتي أفعل، لا أقصر. ما كفره، ما كفر الصحابي الذي جاء قبر الرسول وقال يا محمد وسأله ما لم تجري به العادة، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. والذين رووا هذا، الحافظ البيهقي روى هذا بإسناد صحيح، والمسلمون توارثوا هذا، ما أحد قال كيف يفعل بلال بن الحارث هذا الذي فعله من إتيانه قبر الرسول متبركا متوسلا سائلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للأمة. فأي إنسان الآن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متوسلا مسلما متبركا ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، لا يكون عمل شركا ولا معصية ولا أساء بذلك، لأن الرسول حي في قبره يسمعه الله تعالى ما شاء. أليس كل مسلم يذهب لزيارة الرسول لما يصل ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله أو نحو ذلك من الكلمات، الرسول يسمعه ويرد عليه السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه يرد السلام، وقال إن عيسى سيأتي قبره ويسلم عليه، قال ولا أردن عليه، الرسول قال يعني سأرد على عيسى، يعني يسمعه عيسى يسلم عليه، ثم عيسى يقصد قبره، يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الوهابية ماذا يقولون؟ لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي، السفر يكون للمسجد، يقولون لا يجوز أن تسافر بقصد أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون السفر يكون بقصد المسجد، الرسول أفضل من كل المساجد، أفضل خلق الله، يقولون يجوز أن تسافر للمسجد ولا يجوز أن تسافر بقصد زيارة قبر النبي. هذا الخبيث ابن تيمية هو سن لهم هذه السنة السيئة، هو قال لهم لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي، وهذا سفر محرم لا تقصر فيه الصلاة، هو الخبيث هو شق لهم، فتح لهم هذا الطريق، وهم بقوا على هذا، مشوا على هذا وبقوا على كلامه. السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من مال حلال، مع عدم ترك الواجبات، يعني مع عدم التقصير في الواجبات، قربة إلى الله، وإلا لما قال الرسول من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا حض بليغ على زيارة قبره، هذا فيه دعوة للناس ليتركوا زيارة القبر، أم فيه حض لهم ليزوروا قبره؟ من زار قبري وجبت له شفاعتي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. لما واحد يسمع كلام الرسول أنه إن جاء قبره وسلم عليه الرسول يسمعه ويرد عليه السلام، يصير في قلبه شوق لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهب من شأنه يستحضر هذا في قلبه، أنني الآن أدخل إلى مكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام، إذا سلمت عليه يسمع ويرد علي السلام، يقول في نفسي ما هذا الشرف العظيم، أسلم على أفضل الخلق يسمعني ويرد علي، لو مليون شخص في وقت واحد سلموا عليه، الله تعالى يمكنه من سماع الكل ومن الرد على الكل، الله قادر على كل شيء، مش مثلنا لما نكون بملعب المدرسة ما بنسمع شو عم بيحكوا الأولاد، لا، الله تعالى جعل للرسول مزايا وخصوصية، هو الرسول قال أسمعه يسمع الرد السلام الشخص ويرد عليه،
الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان أرض، لما كان الناس في الأرض أيام نوح عليه السلام وطلب من الذين آمنوا به أن يركبوا في السفينة، البقية ماذا حصل بهم الذين رفضوا دعوته؟ أليس هلكوا بالطوفان؟ ماتوا. يعني من قبض أرواح هؤلاء؟ سيدنا عزرائيل عليه السلام. فلو مات مليون واحد في وقت واحد في أراض متعددة، في بقاع متعددة من الأرض، يعني في هذه البقعة وهذه البقعة، من يقبض أرواحهم؟ عزرائيل عليه السلام. كيف يتمكن من ذلك وهو واحد؟ عزرائيل واحد، ملك واحد، الله تعالى قادر على كل شيء. الله تعالى قادر على كل شيء. أليس نحن من شأننا، من عادتنا، إن فتحنا قبرا، لو كان قبر رجل صالح، ماذا نرى؟ حفرة ضيقة. هل نرى أثر النعيم فيها عادة؟ يعني لا نرى. هل نراها منورة؟ هل نراها مدة في العرض وفي الطول على مد البصر وملئت بالأنوار؟ لا نرى ذلك. لكن هي في الحقيقة هذا الشخص التقي الصالح الذي نزل إلى القبر، كيف قبره يكون؟ كما قال الرسول، يكون موسعا مد البصر، تتلاطم فيه الأنوار، ويملأ بالخضر، يكون فيه خضرة في هذا القبر، لا نرى ذلك. طب إذا فتحنا قبر كافر عادة، هل نرى أثر العذاب عليه في العادة؟ يعني نرى أن هذا القبر قد ضيق عليه وتداخلت أضلاعه؟ في العادة لا نرى إلا حفرة. في بعض الأحيان بعض الناس يرون، لكن في العادة لا نرى. لكن الواقع ما هو؟ الواقع هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله قادر على كل شيء، يجعل الضيق في نظر من شاء من خلقه واسعة، والواسعة في نظر من شاء من خلقه ضيقة. الله تعالى قادر على كل شيء، يمكن الرسول مع كونه واحدا عليه الصلاة والسلام من سماع سلام كل المسلمين ومن الرد عليهم كلهم في وقف هذا الوقت الذي يسلمون فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان استحضر ذلك يقول ما أعظم هذه البشرى، إن رزقني الله تعالى أتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ناويا التقرب إلى الله وسلمت عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. إن مات هذا الشخص على الإسلام وكان مستحقا للعذاب، الرسول سيشفع له حتى يعفى من العذاب، بشرى له من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حظ بالغ، تأكيد يعني على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس تنفيرا من زيارة قبر الرسول، ترغيب هذا، ليس تنفيرا من زيارة قبر الرسول. أما عند الوهابية لا، يقولون للناس اقصدوا المسجد، لا تقصدوا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا مجرد طلب ما لم تجري به العادة بين الناس، ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى، أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة عند اللغويين، لأن العبادة عندهم الطاعة مع الخضوع. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين في كتاب تهذيب اللغة نقلا عن الزجاج الذي هو من أشهرهم، من أشهر اللغويين الإمام الزجاج: العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع. وقال مثله الفراء كما في لسان العرب لابن منظور، وقال بعضهم أقصى غاية الخشوع والخضوع. أقصى غاية الخشوع والخضوع هذه هي العبادة. هذا المؤمن لا يصرف ذلك إلا لله رب العالمين. وقال بعضهم نهاية التذلل كما يفهم ذلك من كلام شارح القاموس، هذا مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين، يعني يسميه العلماء بعده يقولون خاتمة اللغويين، وهذا الذي يستقيم لغة وعرفا. فإذا إذا إنسان نادى غير الله تعالى في حضرته لهذا المخلوق، يعني أو في غيبته، أو استعان به، أو استغاث به، أو قال نحو ذلك من الألفاظ، لا يكون بمجرد ذلك صار عابدا لهذا المخلوق الذي استغاث به
أو استعان به أو ناداه ولم يكن حاضرا عنده. وليس مجرد التذلل عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء. عادة كل الذين يعملون عند الرؤساء وعند الملوك وعند رؤساء الدوائر ماذا يفعلون؟ يتذللون لرؤسائهم، يتذللون للرؤساء والأمراء والملوك ورئيس الدائرة ومن يحتاج منه شيئا يتذلل له. هل بمجرد ذلك يقال له أنت صرت تعبده؟ لا، هذا لم يتذلل له غاية التذلل، لا. وقد ثبت أن معاذ بن جبل لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تذلل يقال عنه تذلل. لكن لما نحن نفعل هذا في صلاتنا لله ماذا نقصد به؟ نهاية التذلل. لما فعل معاذ هذا للرسول هل قصد به عبادة الرسول؟ لا، أكيد أكيد لم يقصد ذلك، إنما قصد تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول: ما هذا؟ يعني ما هذا الذي فعلته؟ كيف تسجد لي؟ فقال: يا رسول الله، إني رأيت أهل الشام يسجدون لمطارقتهم، قاداتهم يعني، وأساقفتهم يعني لعلمائهم من النصارى، وأنت أولى بذلك. يعني رأيت ذلك يفعلونه لقاداتهم وللخوارنة يعني الذين هم يعتبرونهم علماء عندهم في دينهم، فأنت أولى أن يسجد لك، أولئك ليسوا بشيء، هكذا يقول. فقال: لا تفعل. معناه هذا منهي عنه في شريعة سيدنا محمد. لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظيم حق الرجل على امرأته. رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما. ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفرت. يعني إذا واحد قال: يا محمد، أعظم في إظهار التذلل أم إذا سجد له؟ سجد له. مع ذلك، مع كونه سجد له، ما قال له الرسول: أشركت. فكيف يكفرون من قال: يا محمد؟ ذاك فعل ما هو أظهر في إظهار التذلل للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قال له: أشركت، مع أن سجوده للنبي مظهر كبير من مظاهر التذلل. في الحاشية تحت: السجود لإنسان ولو لنبي حرام في الشريعة المحمدية ولو كان بقصد التحية. يعني في بعض الشرائع السابقة كان يجوز أن يسجد المسلم للمسلم تحية له، في بعض الشرائع التي سبقت شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في شريعة الرسول حرام أن يسجد الإنسان لإنسان ولو أراد بذلك التحية. الشرح: التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله. يعني الذي يتوسل هو يسأل الله، يطلب من الله، لأنه يعتقد أن الذي يخلق هو الله. يعني أنا إن توسلت بالنبي اعتقادي أن الذي يخلق هو الله ليس النبي. طب لما إذا واحد قال لكم: لما تذكرون النبي؟ لما تتوسلون به ما دام الذي يعطي هو الله؟ أو قال لكم: لما تتوسلون بالولي ما دام الذي يعطي هو الله؟ نقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام هو علم الصحابة ذلك، فلو كان لا خير فيه لما علمه. نقول له: من أفهم بالدين، أنت أم رسول الله؟ هذا الذي ينكر، فمن شأنه أن يقول لأنه يدعي الإسلام: رسول الله. فيقال له: الرسول هو الذي علم هذا، نحن من أين جئنا به؟ نحن أخرجناه من جيوبنا التوسل، قلنا للناس هذا نحن نقول لكم فعلوه، أم أخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم أن يتوسل به صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا شيء مشروع علمه الرسول، ليس شيئا منكرا. فهذا الطلب لأن هذا له شرف عند الله، النبي له شرف عند الله، الولي له شرف عند الله، فأطلب من الله تعالى تحقيق مطلوبي هذا بذكر هذا الذي له شرف عند الله تعالى، إكراما للمتوسل به. والله تعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات،
يعني أيضا إن قال لكم لما تفعلون والله هو الذي يعطي، الله تعالى هذا من جملة الأجوبة، جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات. فمن جملة ما هو سبب لاستجابة الدعاء بإذن الله التوسل، هذا سبب من الأسباب. اعتقاد كل إنسان مسلم أن الذي يخلق الداء والشفاء هو الله سبحانه وتعالى، ليس الدواء. الدواء لا يخلق الشفاء، الدواء ماذا نقول عنه؟ سبب. طب لما نستعمله والله هو الذي يخلق الشفاء؟ لأن الله تعالى شرع لنا ذلك، يعني الله تعالى حل لنا ذلك، ليس حراما. يعني نحن إن لم نستعمل الدواء لا يكون علينا إثم، لا يكون علينا معصية. وإن استعملناه هل معنى ذلك أننا نعتقد أن الدواء هو سيخلق الشفاء بذاته بدون مشيئة الله؟ لا 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 نعتقد ذلك، هو سبب من الأسباب. إذا جعنا نأكل، واعتقادنا أن الطعام لا يخلق الشبع، إذا عطشنا نشرب، واعتقادنا أن الشراب لا يخلق الرية، الذي يخلق هو الله. وإذا مرضنا نتعاطى الأسباب، نأخذ الدواء، واعتقادنا أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. مع هذا الاعتقاد نتعاطى هذا السبب، مع اعتقادنا أن الله هو خالق النفع وهو الذي يدفع الضر إن شاء سبحانه وتعالى، نسأله وندعو الله تعالى متوسلين، لأن هذا سبب من الأسباب. حتى الدعاء نفسه، يعني إذا واحد شاء الله تعالى له أن يحصل على شيء، إن دعا الله تعالى أو لم يدع الله تعالى سيحصل على ذلك الشيء. لما ندعو الله تعالى؟ سبب. الله تعالى جعل هذا الدعاء سببا للإجابة بمشيئته، إن شاء يعني أن يحصل لنا حصل. وهو هذا الدعاء الذي هو موافق للشرع في حد ذاته عبادة، في حد ذاته عبادة. أي دعاء؟ الدعاء المشروع، كأن نقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مثلا، هذا دعاء مشروع، ولا يكون إلا ما قدر الله تعالى. فالرسول لما قال، انتبهوا لهذا، الدعاء هو العبادة، هنا ليس معناه إذا قال الشخص يا محمد أو يا رفاعي أو يا جيلاني. وفي رواية الدعاء مخ العبادة، إذا واحد عمل هذه الدعاء الذي هو موافق للشرع، هذا طاعة لله تعالى، فله بذلك حسنات، بهذا الدعاء له حسنات، هذا معناه. يعني هذا حظ من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يدعو الإنسان ربه، لأنه بذلك يكسب حسنات، يأخذ حسنات. فمعنى قول الرسول هو العبادة أو مخ العبادة، العبادة هنا معناها إيش؟ حسنات. ليس معناه إذا قلت يا محمد صرت عابدا لمحمد، لا. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، معناه من دعا الله تعالى بدعاء موافق للشريعة يكتب له حسنات، سواء حصل مطلوبه أو لم يحصل، يكون استفاد بدعائه الحصول على الحسنات. هم الوهابية يضعونه في غير محله، يقولون للناس كيف دعوت هذا الشخص، الدعاء هو العبادة، الرسول قال الدعاء هو العبادة. إذا قيل يا محمد هذا دعاه، دعا محمدا عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود ذلك، إنما هم للتشويش على الناس يضعون النص في غير محله حتى يشوشوا على الناس. يعني يأتون بآيات من القرآن وردت في المشركين، يضعونها على من؟ على المسلمين، يقولون أنتم الذين قال الله فيهم هذه الآية، هذه الآية يكون نزلت في المشركين الذين يعبدون الأوثان، فهم يضعونها يجعلونها على زعمهم على المسلمين. ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت. والله تعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات، مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال. يعني الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطينا حسنات من غير أن نعمل شيئا، لكن الله تعالى أمرنا بعمل الطاعات وجعل جزاء ذلك أن نحصل على الحسنات. لو شاء
أن يعطينا حسنات دون أن نعمل شيئا لا أعطانا، فجعل أسبابا ومسببات، مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر، استعينوا أمر بالاستعانة، بالصبر، الصبر مخلوق، والصلاة، الصلاة مخلوقة، يعني المؤمن ينبغي أن يستعين بالصبر وأن يستعين بالصلاة. وقال: وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه أي إلى الله الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ أي كل شيء يقربكم إليه اطلبوه، يعني هذه الأسباب، كل ما يقرب إلى الله اطلبوه، هذا معنى وابتغوا إليه الوسيلة. يعني الصلاة تسمى وسيلة، الدعاء وسيلة، الذكر وسيلة، الصوم وسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، كل شيء يقربكم إلى الله اطلبوه، يعني اعملوا هذه الأسباب التي هي تقربكم إلى الله، اعملوا الأسباب فنحقق لكم المسببات. هذا من الردود القوية على هؤلاء الذين يقولون لك: لما تدعو عند الرسول؟ اطلب من الله، وهو هنا الجواب. يقال له: الله تعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات، أنت لما تأكل إذا جعت، ولما تشرب إذا عطشت، ولما تتعاطى الأسباب الشفاء، الأسباب التي هي سبب للشفاء بإذن الله بذهابك للطبيب واستعمالك للدواء. وكل مسلم يعتقد أن الله خالق النفع والضرر، خالق كل شيء، لما تفعل؟ جوابه: أسباب. وهذا من الأسباب. ما هو هذا؟ الدعاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: من أسباب إجابة الدعاء، يعني هذا يكون مظنة الإجابة، الدعاء عند قبور الصالحين، إذا دعا الشخص عند قبور الصالحين، فكيف عند خير الصالحين محمد عليه الصلاة والسلام؟ نحقق لكم مطالبكم بهذه الأسباب، وهو قادر على تحقيقها بدون هذه الأسباب. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب معينة لنا لتحقيق مطالب لنا التوسل بالأنبياء والأولياء في حال حياتهم وبعد مماتهم، فنحن نسأل الله بهم رجاء تحقيق مطالبنا، فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله أو بحرمة رسول الله أن تقضي حاجتي وتفرج كربي، أو نقول: اللهم بجاه عبد القادر الجيلاني ونحو ذلك، فإن ذلك جائز، وإنما حرم ذلك الوهابية فشذوا بذلك عن أهل السنة. نحن نسأل الله بجاه الأنبياء وبجاه الصالحين. والرسول هو ذكر قصة هؤلاء الثلاثة من المسلمين الذين كان نزل المطر فأووا إلى كهف، فنزلت صخرة وسدت فم هذا الغار الذي دخلوا إليه، فصار كل واحد منهم يتوسل إلى الله بعمل صالح فعله، فكان ينفرج عنهم شيء، ينفتح شيء من هذه الصخرة، حتى ذكر الأخير ما فعل من عمل صالح، وسأل الله بذلك أن يفرج عنهم ما بهم، فانفتحت هذه الصخرة وخرجوا. الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. وذوات الأنبياء أشرف من أعمالهم، لأنهم أفضل خلق الله، فإذا جاز أن يتوسل بالعمل الصالح من باب أولى جاز أن يتوسل بما هو أفضل من العمل الصالح، بذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالتوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم، ومناداتهم جائزة في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم، كما دل على ذلك الأدلة الشرعية. والحقيقة أن الوهابية ليس عندهم أي دليل على ما يقولون مما يخالفون به أهل الحق أهل السنة والجماعة، إنما يضعون النص في غير محله لإيهام الناس أن لهم دليلا على ما يقولون. فليس معنى العبادة مجرد نداء حي أو ميت في حال غيبته كما قالت الوهابية، بل لم ينقل ذلك عن أحد من علماء اللغة في تفسيرهم لمعنى العبادة،
بل قال إمام اللغويين الذين ألفوا في لغة العرب الفراء: العبادة الطاعة مع الخضوع. وبهذا فسروا قوله تعالى: إياك نعبد، أي نطيعك الطاعة التي معها الخضوع. والخضوع معناه التذلل، يعني نطيعك الطاعة التي معها نهاية التذلل. ومن الأدلة على جواز التوسل الحديث الذي رواه الطبراني وصححه، صححه يعني قال حديث صحيح، احفظوا هذا الحديث كلكم، والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به، فذهب فتوسل به في حالة غيبته، لأن راوي الحديث قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. يعني دخل علينا، يعني توسل بالرسول في حال غيبته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى مجلس النبي وقد أبصر. وكان مما علمه رسول الله أن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسمي حاجته لتقضى لي. الذي يريد منكم إن شاء الله أن يتحقق مطلوبه ليفعل هذا، لسيما في الأوقات التي لها شرف كالوقت الذي هو في قبل دخول وقت الصبح، في هذا الوقت، هذا وقت الأسرار، السحر، وقت السحر، هذا في الثلث الأخير من الليل قبل الصبح، يتوضأ، يصلي ركعتين الله تعالى، يجمع بين سنة الوضوء، وإن كان لم يصلي العشاء سنة الوضوء والعشاء وصلاة الحاجة، يستطيع أن يجمع في النيات بركعتين، ثم بعد فراغه من هذه الصلاة يقول هذا الدعاء، إن شاء الله يتحقق له مطلوبه بذلك. فبهذا الحديث بطل زعمهم أنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر. بطل يعني ظهر بطلانه، فساده، أما بطل يعني صار بطلا، يختلف المعنى، لأن هذا الأعمى لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله، بدليل أن راوي الحديث عثمان بن حنيف قال لما روى حديث الأعمى: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فمن قوله حتى دخل علينا علمنا أن هذا الرجل لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله، ولم ينكر عليه الرسول، لأن دخل عليه وقد أبصر، وهو قال له إيت الميضاءة، الميضاءة ما كانت هناك، يعني يقول له الرسول كأنه يقول له اخرج من هذا المجلس، توضأ وصلي ركعتين وقل هذه الكلمات، لأن الرسول قال له إيت الميضاءة وتوضأ ثم قل هذه الكلمات. وأما الدليل على جواز التوسل برسول الله بعد وفاته فيؤخذ أيضا من حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الطبراني وصححه، فإن فيه أنه علم رجلا هذا الدعاء الذي فيه توسل برسول الله، لأنه كان له حاجة عند سيدنا عثمان بن عفان في خلافته، يعني هذا حصل بعد وفاة الرسول، بعد وفاة أبي بكر، بعد وفاة عمر رضي الله عنهما، أن هذا الراوي عثمان بن حنيف هو علم شخصا له حاجة عند عثمان بن عفان أن يفعل ما قاله الرسول للأعمى: توضأ، صلي ركعتين، أدعو بهؤلاء الكلمات. وما كان يتيسر له الاجتماع به حتى قرأ هذا الدعاء، يعني توسل برسول الله بعد وفاته، فتيسر أمره بسرعة، دخل، ذهب إلى بيت عثمان رضي الله عنه، البواب أخذ بيده أدخله على سيدنا عثمان ببركة هذا الدعاء، سيدنا عثمان أجلسه مكانه حيث يجلس على تنفسته، قال له اذكر حاجتك، ذكرها، قضاها له، قال له وما كان لك من حاجة فعد إلينا. بركات التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فقط تحقق مطلوبه مقصوده، بل قال له وما كان لك من حاجة فعد إلينا. والحافظ الطبراني قال والحديث صحيح، والحديث يشمل المرفوع والموقوف، يعني الذي كان من عثمان بن حنيف رضي الله عنه.
وقضى له سيدنا عثمان بن عفان حاجته. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل.